إخوتي وأخواتي المشاهدين، نرحب بكم أجمل ترحيب في حلقة أخرى من برنامج نور لجميع الأمم. أصلي لله أن يلمس قلبك وحياتك عائلتك لكي تختبر محبة المسيح المخلصة الشافية الكافية الباذلة لحياتك. إخوتي وأخواتي، يقول الكتاب المقدس: يا لعمق غنى الله وحكمته وعلمه، ما أبعد أحكامه عن الفحص وطرقه عن الاستقصاء، لأن من عرف فكر الرب أو من صار له مشيرا. إخوتي وأخواتي، سنتحدث في هذه الحلقة عن موضوع في غاية الأهمية، موضوع هام لحياتك. بالواقع سنتحدث في هذه الحلقة عن لغز، عن سر المكتوم، سر الدهور. لكن عندما تكتشف هذا ستجد فرح، سلام، محبة، ستختبر خلاص المسيح، ستحصل على يقين الحياة الأبدية. فأنا أدعوك لكي تفتح قلبك بالإيمان وتصلي: أيها الروح افتح قلبي لكي أفهم كلمتك في هذا اليوم. إخوتي وأخواتي، إن كان في الشرق الأوسط أو شمال أمريكا أو في أي بلد آخر، نحب أن نسمع منك. يمكنك أن تكتب لنا. دعونا الآن نستمتع لهذه الترنيمة لفريق الماء الحي.
أتبعك ربي دوما، أتبعك بلا ركوب، أسبح اسمك القدوس، وليس لي سواك. أتبعك ربي دوما، أتبعك بلا أحباء المشاهدين. أنا متأكد أنك مشتاق تعرف عن هذا اللغز وعن هذا السر. نشكر الله ويسرنا أيضا أن نستضيف القس عماد خوري في برنامج نور لجميع الأمم. أهلا وسهلا أخ عماد. أهلا وسهلا أخ نزار. أنا متأكد أنه في كتير بيستنوا حتى يعرفوا عن هالسر يا أخ عماد، فممكن تحدثنا عنه. الحقيقة سر الدهور المكتوم، سر الأجيال، سر الخالق والخليقة. منلاحظ في كتاب الله المقدس في العهد القديم على أن هناك كانت في شخصية تظهر في التاريخ البشري، ولا سيما في ظهورها لرجال الله. وهي الشخصية ما بكشف الكتاب المقدس بوضوح عنها في البداية، لا سيما مثلا في ظهوره لإبراهيم عند بلوطات ممرة بسميه هناك الرب، في ظهوره ليعقوب عند فنوئيل بسميه هناك ملاك الرب، بسميه الله، بسميه إنسان، له ألقاب عديدة. مثلا في ظهوره ليعقوب يقول هناك، يسأل يعقوب عن اسمه، بقول له مين أنت، شو اسمك؟ قال له لماذا تسأل عن اسمي؟ ونجد بعد هاي الحادثة بخمسمائة سنة يظهر لمنوح الذي هو أنجب شمشون، ومنوح والد شمشون يقول لهذا الشخصية اللي تظهر في حوالي 1300 سنة قبل الميلاد، بسألها شو اسمك حتى نكرمك نعرفك. فجاوبه لماذا تسأل عن اسمي، وهو عجيب. نرى أنه ذات الشخص اللي ظهر ليعقوب قبل 1800 سنة قبل الميلاد بيقول له ليعقوب لماذا تسأل عن اسمي، ولكن بعد 1200 سنة قبل الميلاد بيقول لمنوح لماذا تسأل عن اسمي، وهو عجيب. بضيف إعلان إضافي بكلمة واحدة عن شخصيته. ونشوف في سنة 700 قبل الميلاد في نبوة أخرى إضافية عن هاي الشخصية في إشعياء الإصحاح التاسع، لما بقول لأنه يولد لنا ولد ونعطى ابنا وتكون الرياسة على كتفه، ويدعى اسمه عجيبا مشيرا إلها قديرا أبا أبديا رئيس السلام. فبسميه هناك عجيب. وطبعا هاي النبوة بارتباطها مع هاي ثلاث مواقع في الكتاب المقدس هي كانت بتشير للشخص العجيب والفريد في ولادته وفي حياته وفي موته وفي قيامته أيضا، هو شخص المسيح يسوع ابن الله الحي. أخ عماد، طبعا في العهد القديم كان عبارة عن لغز، لأنه حتى في العهد الجديد لما بيتحدث عن هذا السر المكتوم اللي بنشكر الرب لأجل النعمة الإلهية أنه تشرفنا أنه نختبر هذا الخلاص ونختبر المسيح، لكن ممكن تحدثنا أكثر عن الموضوع من ناحية كتابية، يعني تعطينا أدلة كتابية عن الموضوع حتى الشخص اللي بيشاهد يعرف عن هذا الموضوع أكثر. يعني نريد أن نقول أن المسيح هو كان سر ولغز قبل العهد الجديد والإنجيل، قبل تجسده من الروح القدس من العذراء مريم. فإذا المسيح قبل أن يأتي بالجسد
من العذراء مريم بواسطة الروح القدس كان موجود له ظهورات وكان موجود قبل هذا المجيء الواضح في الجسد، قبل ما تصير الكلمة بشر وجسد مثلنا. فمثلا بنشوف في إنجيل يوحنا إصحاح الثامن عندما كان يتحدث هناك مع الشعب ومع الرؤساء، قالهم إن كان أحد يحفظ كلامي فلن يرى الموت إلى الأبد، لا يذوق الموت إلى الأبد. فسخروا به قائلين له لعلك أنت أعظم من أبونا إبراهيم، إبراهيم مات والأنبياء كلهم رقدوا وماتوا. فقال لهم الحق أقول لكم أبوكم إبراهيم تهلل بأن يرى يومي فرأى وفرح. فقالوا له أجابوه ما إلك بعد 50 سنة، يعني عمرك بعد مش واصل 50 سنة وإنت شفت إبراهيم، وإبراهيم يعني هو جاء قبل ما تيجي أنت في آلاف السنين، ب2000 سنة تقريبا. فقال إن الحق أقول لكم قبل أن يكون إبراهيم أنا كائن، أنا موجود. وكلمة كائن هذه تطلق فقط على الرب الإله يهوى، الكائن الموجود منذ الأزل، الموجود على الدوام بصورة مستمرة، اللي أظهر نفسه لموسى أيضا هناك في العلاقة وقال اسمي أهيا الذي تفسير أهيا، الكائن الذي يكون. أخ عماد، طالما أنه السر طبعا أعلن وتوضح، وطبعا الكتاب بيعلمنا الله بعدما كلم الآباء بالأنبياء بأنواع وطرق كثيرة كلمنا في هذه الأيام الأخيرة في ابنه. آمين. فالشخص اللي بيشاهد البرنامج طبعا اللغز هذا أو السر عرف بواسطة الإنجيل في كلمة الله، فكيف ممكن نقدمه للناس؟ الحقيقة أنه يسوع هو ابن الله، له ألقاب كثيرة في الكتاب المقدس بالعهد الجديد. في العهد القديم نرى رموز وإشارات مثل أنه هو الذي يأتي من نسل المرأة في سفر التكوين الإصحاح الثالث، لأنه لما الرب أراد أن يلعن الحي قال أضع عداوة بينك وبين المرأة، بين نسل المرأة. هو يسحق رأسك أي الذي من نسل المرأة الذي هو المسيح، وأنت تسحقين عقبه. فهن كان رمز إلى شخص الرب يسوع المسيح. وأيضا كان يرمز له بواسطة الذبائح الفصح، وأيضا الذبيحة الكفارية وسائر الذبائح الأخرى اللي كانت ترمز وتشير إلى ذبيحة المسيح الحقيقية بموته الكفاري على الصليب كحمل الله الذي يرفع خطية العالم. لكن المسيح كلغز كونه هو ابن الله، هناك مفاهيم خاطئة في أفكار ناس كثيرين عن معنى الإعلان عن المسيح أنه هو ابن الله. نشوف في العهد الجديد له ألقاب كثيرة، حمل الله، ملك الملوك، رب الأرباب، رب المجد، رب الكل، الله الذي ظهر في الجسد، الأول والآخر، الكلمة الله، البداية والنهاية، لكن ابن الإنسان أيضا. لكن أكثر شيء عرف فيه في العهد الجديد هو بكل وضوح أن يسوع هو ابن الله، المسيح هو ابن الله الحي، ابن الله الأزلي. ذكرت أنه في بعض المفاهيم الخاطئة عن فهم هذه الحقيقة وهذا الإعلان الروحي في الكتاب المقدس. طبعا نحن لا نقصد في التناسل الجسدي، هذا حتى غباء أنه نفكر في موضوع من هالشكل، وهذا حاشا بعيد كل البعد عن المسيحية. لكن ما هو المقصود؟ المسيح ابن الله قبل أن يولد من العذراء بالروح القدس. فالمسيح دائما هو ابن الله ودائما هو كلمة الله. فالابن هي تدل على أنه المسيح هو والآب هو والله جوهر واحد، صفات واحدة، طبيعة واحدة، مش فقط مساوي للآف الجوهر، إنما هني واحد إلهن ذات الجوهر، ذات الطبيعة الإلهية الأزلية. فالمسيح هذا هو المسيح الأزلي. حتى أيضا يتكلم في سفر هناك ميخا عن المسيح يسوع، ويقول يتنبأ عن النبوة اللي بتذكر ولادته في بيت لحم، بيقول هناك أنه أنت يا بيت لحم لست الصغرى بين ألوف يهوذا، فمنك يخرج مدبر يرعى شعبي الذي مخارجه منذ القديم منذ أيام الأزل. فاللي اشترك
في صفة واحدة من صفات الله في الأزلية فهو مشارك لله في كل صفاته. هو والله واحد، قال أنا والآب واحد، أنا في الآب والآب فيا. هناك أولاد كثيرين لله، أبناء كثيرين، الملائكة، البشر، المؤمنين، لكن إذا كان يوجد هناك دائرة يوجد نقاط كثيرة داخل الدائرة، لكن للدائرة يوجد مركز واحد. لله يوجد ابن واحد حقيقي، ابن أزلي، ابن قدوس، ابن كائن معاه منذ الأزل، هو شخص الرب يسوع المسيح. وهو أيضا بمعنى آخر الابن، أي هناك يقول عنه الابن الوحيد أيضا الذي في الحضن، أي هو موضوع محبة الله ومسرة الله. عندما ظهر موسى وإيليا مع المسيح على جبل التجلي أمام بطرس ويوحنا ويعقوب، جاء الصوت من السماء قائلا هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت، له اسمعوا. فاختفى موسى وإيليا. فالمسيح هو موضوع مسرة الآب. لا أحد استطاع أن يرضي نفس الآب ويصنع مشيئته بالكمال إلا شخص ابنه الوحيد الرب يسوع المسيح الأزلي. في الآية اللي ذكرتها أو في الاقتباس المأخوذ من إشعياء قبل 700 سنة من ولادة المسيح، لأنه يولد لنا ولد ونعطى ابنا. طبعا الولادة كانت من بواسطة مريم العذراء، حبل بها بالروح القدس، ميلادة عذراوية تم في ملء الزمان، ولد في بيت لحم. لكن ونعطى ابنا يعني نوع من الهدية، أنه الله يقدم ابنه مخلص وكفارة للجنس البشري. آمين. لأنه مكتوب على أنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. فالمسيح هو ابن الله، كما أنه هو كلمة الله، لأنه يقول في البدء كان الكلمة، لا يقول في البدء خلق الكلمة، هي دلالة عن المسيح كائن وموجود منذ الأزل دائما. والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله. الله. وبعدين في عدد 14 في ذات الإصحاح يقول إنه والكلمة صار جسدا، صار بشرا وحل بيننا ورأينا مجده مجدا كما لوحيد من الآب مملوءا نعمة وحقا. فهذا هو المسيح الابن وهو الكلمة. شو يعني الكلمة؟ الله ناطق بكلمته، الله خالق بكلمته. كيف مثلا الله خلق السماوات والأرض؟ خلقها بكلمته. الله كان يتكلم فيخلق، في اليوم الأول خلق النور بكلمته. فإذا الكلمة هو المسيح الخالق. فالله لا يتغير على الإطلاق. فإذا الله دائما ناطق في كلمته، مش الله كان بدون كلمة وبعدين في زمن محدد أصبح له كلمة، حاشا. لأن الله من دور إلى دور هو الله، لا يتغير، أزلي سرمدي وأبدي. فإذا الله دائما كان ناطق بكلمته الذي هو شخص المسيح الذي يقول عنه الكتاب به عمل العاملين، فيه خلق كل ما في السماوات ومع الأرض، كل شيء، كل ما يرى وما لا يرى، سواء كان رياسات أم عروش أم سلاطين، الكل به وله قد خلق. هذا هو المسيح أيضا اللي مدخر فيه جميع كنوز الحكمة والمعرفة، اللي صر فيه أن يحل كل ملء اللاهوت جسديا، كل قدرة الله وصفات الله وشخص الله جاء في المسيح في ملء الزمان. أخ عماد، سنواصل في حديثنا، لكن بحب أعطي فترة للإخوة الأحباء المشاهدين، إذا كان لديك أي سؤال أو إذا أردت أن تحصل على نسخة من الكتاب المقدس نرسلها بكل سرور مجانا لكي تقرأ في كلمة الله وتستفيد وتتعلم وتختبر المسيح رب ومخلص لحياتك. إذا كان عندك أي أسئلة عن المسيح ابن الله أو أي سؤال صعب بكل سرور اسأل واكتب فنحب أن نجيبك. دعونا نسمع للأخ نجيب لبيب. حبيبي أيا من لأجلي جرحت وعني ذبحت بأيدي الخطا، حبيبي بذنبي
فوق الجبين ولص يسارا ولص يمين وأصوات جند لك قائلين لتنجو إذا كنت أنت الإله لتنجو إذا كنت أنت الإله لتنجو إذا كنت أنت الإله. هوانا وعارا ومرا سقوك ولم يعرفوك ولم يعلموا بأنك من أجلهم قد أتيت لهم وارتضيت بما قدموا وأنك من أجل كل الآلام بصبر تحملت كل الآلام وذقت العذاب ومر السقام حبيبي لكي تمحو عني الآثام تجرعت كأسي وأنت الإله تجرعت كأسي وأنت الإله تجرعت كأسي وأنت الإله. أنت الذي ما فعلت رضيا جعلت لأجلي رديء كشاة تساق إلى الذبح سرت وكاللص صرت يا سيدي فيا لي من آثم معتدي ويا لك من تدق يداه فداء يديك فماذا أرد لك سيدي وأنت العلي وأنت الإله لك القلب أهدي دون الحياة لك القلب أمين. كان ذلك الأخ نجيب لبيب. أحبائي سنواصل حديثنا مع الأخ عماد خوري. أخ عماد شرحت لنا وطبعا أنا متأسف دائما الوقت يعني الوقت قصير نصف ساعة الرب يعطينا أوقات أفضل لك يكون البرنامج طوله ساعة وأكثر من ساعة كمان. تحدثنا عن سر الدهور سر في الخليقة لكن بعتقد في شيء أهم من الموضوع ده إيش هو؟ السر المسيح بالنسبة لحياتنا الشخصية فالمسيح هو سر فدائنا وسر خلاصنا لأنه مكتوب إنه كلمة الصليب عند الهالكين جهالة أما عندنا نحن المخلصين فهي قوة الله للخلاص لكل من يؤمن فإذن الصليب هو جهل هو لغز غير معلن يعني الصليب يعني الكرازة بيسوع المسيح ابن الله مصلوب حتى يكفر عن خطايانا ويغفرها بدمه فالمسيح هذا سر ولغز كما هو سر الخليقة سر الوجود سر التاريخ البشري
نرى أنه هو سر فدائنا وخلاصنا، لأنه مكتوب عنه أن ليس بأحد غير الخلاص، لأن ليس اسم آخر تحت السماء قد أعطي بين الناس به ينبغي أن نخلص غير اسم يسوع، لأنه يسوع يعني الله أو يهوى مخلص. هذا هو المسيح الذي فقط به نستطيع أن نتصالح مع الله، أن نتبرر أمام الله، أن ننال غفران خطايانا بدمه، لأنه هو حمل الله لرفع خطايانا وأبعدها، هو الذبيحة الكفارية، هو فصحنا اللي ذبح لأجلنا. هذا هو المسيح القدوس البار اللي مات عن خطايانا. أخ عماد، لربما يوجد بعض الإخوة المشاهدين اللي ما اختبروا هذا الحق الكتابي، الحق الإلهي، هل يمكنك أن تقود في كلمة صلاة؟ آمين. دعونا نصلي. إن كنت تريد أن تقبل المسيح فادعوه الآن، فهو حي وموجود. قل له: يا رب يسوع، أنا أؤمن أنك أنت ابن الله، أنت سر الدهور المكتوم منذ الأجيال، أنت سر هذا الوجود، وأنت وحدك الذي يستطيع أن يعرن سر الله، سر الخالق. لا سيما يا رب أريد أن أعرف سر فدائك وخلاصك. أنت قدوس وبار، أنت الذبيحة الكفارية اللي قدمت نفسك على الصليب تكفير وغفران لخطاياي. أنا أعترف بخطيتي، اغسلني بدمك يا رب يسوع، ادخل إلى قلبي وحياتي، أعلن لي سرك ما لا أستطيع أن أفهم وأدرك بعقلي وقدراتي البشرية. أريد أن أعرف وأفهم بإعلان نورك من خلال إنجيلك وكلامك، لأنك أنت قلت اللي عنده وصاياي وبحفظها أنا بحبه وبظهر له ذاتي. يا رب يسوع ابن الله، اظهر لي ذاتك، تعال إلى قلبي، أملكني، صالحني مع الله بدمك، ولك كل الشكر والمجد مع الله الآب إلى الأبد. آمين. آمين. أخ عماد، شكرا جزيلا، والرب يباركك ويبارك خدمتك. يا لعمق غنى وعظمة وفكر الله، الذي وهو بهاء مجده ورسم جوهره، وحامل كل الأشياء بكلمة قدرته، بعدما صنع بنفسه تطهيرا لخطايانا، جلس في يمين العظمة في الأعالي، المكتوب عنه: وفيه يقوم الكل. نعم، هو سر، لكن نشكر الله قد أعلن لنا حتى نؤمن ونتخلص. أحبائي، لو كنت صليت مع الأخ عماد، نحب أن نسمع منك، نحب أن نسمع تعليقاتك. إذا كان في أسئلة صعبة عن المسيح أو لاهوت المسيح، أو مش فاهم شو بتعني ابن الله أو كلمة الله، يمكنك أن تكتب لنا بكل سرور، سنرد على أسئلتك. عزيزي، لا تغامر، لا تضيع وقتك، أقبل إلى المسيح، وهو وعد وهو لا يكذب: الذي يقبل إلي، أو من يقبل إلي، لا أخرجه خارجا، إنه يقرأ على باب قلبك، فافتح له القلب وادعه ربا ومخلصا وسيدا وملكا على حياتك، وهو قادر أن يغفر لك خطاياك ويشفي مرضك ويقيمك ويعطيك الحياة الأبدية. إلى اللقاء في حلقة أخرى.